السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا هذه الحصة غادي نديرو ليليكتروليز أو بيان لي ترانسفورماسيون فورسي. إذا شكون هي إين ترانسفورماسيون فورسي؟ إذا بكل بساطة هي العكس ديال لا ترانسفورماسيون أو بيان ليفوليسيون سبونتاني ديال أن سيستيم شيميك، يعني كيوقع بلا فورس بزز. إذا اللي غادي نعرفو في هذا الدرس هذا هو تتكون مثلا عندنا واحد لو سيستيم شيميك كي ايفولي مثلا دون لو سونس اللي هو ديريكت، هذه تكون مثلا لا كونستانت ديكيليبر ديالو. اذا هو تي ايفولي دون لو سونس ديريكت، مثلا باتجاه مثلا كانت كيو ار اي ديالو هنا تي ايفولي بهذا الاتجاه هذا نحو ك، يعني هو غادي باش يكون في ليكيليبر. ولكن حنا فاش تنديروا ليه مثلا واحد لو جينيراتور تيولي تي ايفولي في لو سونس اللي هو اوبوزي ديالو، تيولي تي ايفولي في لو سونس انفيرس، يعني ما تيبقاش. اذا لي سيستم او بيان لي ترانسفورماسيون فورسي كتجر لو سيستم، ما كتخليهش يمشي باتجاه لا كونستانت ديكيليبر، ولكن كتجرو كيبقى كيبعد على لا كونستانت ديكيليبر، كيمشي في هذا الاتجاه الا كان مثلا تي ايفولي دون لو سونس ديريكت. العكس مثلا الا كان واحد لو سيستم اخر نسميو هذا واحد، نسميو لو سيستم اخر كي ار 2 مثلا كي ار اي 2 تي ايفولي، يعني ليفوليسيون سبونطاني ديالو غادي تمشي باتجاه كا، يعني تي ايفولي سبونطانيمون دون لو سونس انديريكت. هو فاش تندير فاش تنردوه واحد لا ترانسفورماسيون اللي هي فورسي، فاش تنفورسيو عليه لا ترانسفورماسيون تيولي تي ايفولي في هذا الاتجاه، يعني كيبعد على لا كونستانت ديكيليبر كا. اذا اون جينيرال لي ترانسفورماسيون فورسي كتبعد لينا اش، تتبعد لنا لوكوسيون دو لا رياكسيون على لا كونستانت ديكيليبر، كنبعدو عليها. الا كنا غاديين في لو سونس ان كنوليو كنبعدو على لا كونستانت ديكيليبر. الا كنا غاديين لو سيستيم ايفولي سبونتانيمون دون لو سونس دو تيولي تيبعد على لا كونستانت ديكيليبر. اذا هادشي بخلاصه هما لي ترانسفورماسيون فورسي. كاين ما يسمى بالالكترونيز اللي هو واحد لا ترانسفورماسيون فورسي ديال ان سيستيم شيميك تتسمى الالكترونيز. يعني كيما قلنا كاين واحد لو سيستيم، كاين واحد دو زيليكترود تي ايفوليو سبونتانيمون كما قرينا في الدرس السابق، ملي كنركبو عليهم تنركبو في هذاك لو سيركوي تنركب واحد لو جينيراتور، هذاك لو جينيراتور تيولي تيفرض لو سونس ديال ليفوليسيون على لو سيستيم، مفهوم؟ اذا فاش تنركبو لو جينيراتور في هذه الحاله في الالكتروليز، هذا السيستيم كامل تيتسمى الكترونيزور. هادشي راه غادي نخدموه في التمارين، غادي تفهموه بشويه عليكم. هاد الالكتروليز فين كيصلح؟ هاد الالكتروليز كيصلح مثلا في دوك بحال دوك البلاكيور، مثلا تنشدو الكويفر النحاس وتنغلفوه بالذهب. اذا هاد الطريقه هادي باش نديروها خاصنا نحتاجو ما يسمى بالالكتروليزر. مثلا باش نغلفو دوك ندير واحد الطبقه اون كوش مانس على مثلا الادوات ديال الاكل، واش واضح؟ بحال معلقه بحال الفرشيطه الى اخره، باش نديرو عليهم مثلا واحد لاكوش مثلا ديال الكروم ولا اي ماده مثلا ما كتسطاش، كنديرو ما يسمى بالالكتروليز، واش واضح؟ اذا الالكتروليزر هو هذا الجهاز كامل. هذا الجهاز شنو فيه؟ فيه دو زيلكترود، صافي، فيه الكترود واحد الكترود جوج. هذاك الالكترود اللي تيكون لاصق بلا بون بوزيتيف مع الجينيراتور تيتسمى الانود، وهذاك الالكترود اللي تيكون لاصق مع لا بون نيجاتيف ديال الجينيراتور تيتسمى الكاثود، واش واضح؟ اذا كيما عرفنا الانود اش كتوقع فيه؟ تتوقع فيه اون اوكسيداسيون انوديك، يعني الانود كيعطي لي زيليكترون، واش فهمتوا؟ داكشي باش لانه فاش كان ابليكي واحد الجينيراتور على هذا لو سيستيم هذا، حنا كنعرفوا بان لو كورون تيمشي من بليس ديال الجينيراتور باتجاه الموان. اذا تيمشي بهذا الاتجاه، تيمشي لو كورون من بليس باتجاه الموان، واش واضح؟ ولي زيليكترون كيمشيو في العكس، لي زيليكترون غادي يمشيو في هذا الاتجاه هذا لي زيليكترون، مفهوم؟ داكشي باش قلنا هذاك الالكترود اللي كيعطي لي زيليكترون كنسميه هو الانود. يعني شكون اللي فرض على هاد الالكترود باش يكون انود؟ هو هاد الجينيراتور هذا اللي حطيناه هنا، الجينيراتور دو كورون هو اللي فرض على هاد الالكترود باش يكون انود. داكشي باش كنسميوها ان ترانسفورماسيون فورسي باغ لو جينيراتور، واش واضح؟ الا قلبناهم لنفرض كون قلبناهم، كون كانت هنا موان
وهنا بلس. يعني دابا اش غادي يوقع؟ دابا كلشي غادي يتبدل. اش غادي يوقع؟ كلشي غادي يتبدل، غادي يولي اش عندنا دوز الكترود ياك، قلبناهم دابا حنا مثلا، قلبناهم مثلا شي تمرين، عطاك بحال هكا، عطاك واحد الجينيراتور تي امبوزي ياك لو سونس ديفوليسيون على هذا السيستم كامل. هذا الجينيراتور هو تي امبوزي، داكشي باش نسميوه فورسي. مزيان، حنا اش كنعرفوا لو كورون منين كيمشي؟ كيمشي بلس باتجاه موان ديما. اذا لو كورون غادي يمشي في هذه الحاله من هذا، من بلس وغادي يدخل في موان ياك، هذا هو لو كورون كيدير هذه الدوره هذه. مزيان، واخا. اذا الكورون كيدير هاد الدوره، لي زيلكترون هما العكس ديال لو سونس كونفونسيونيل ديال لو كورون، صافي. الباركور فين كيمشيو؟ كيمشيو لهاد الاتجاه هذا، لي زيلكترون كيمشيو لهاد الاتجاه. اذا تيولي هاد الالكترود هذا هو اللي تيولي كيعطي لي زيلكترون. حنا قلنا شكون اللي كيعطي لي زيلكترون؟ هو الانود، حيت كتوقع فيه اون اوكسيداسيون، صافي، كتوقع فيه اون اوكسيداسيون انوديك، يعني هو اللي كيعطي لي زيلكترون. عقلتوا على هادشي اللي درنا في الكور السابق؟ اللي ما عقلش عليه يمشي يراجع الكورس السابق، راه كاين. اذا تيولي هذا هو الانود، وهذا اللي كيستقبل لي زيلكترون، تتوقع فيه لا ريديكسيون، كنقولوا ان ريديكسيون كاثوديك، يعني كيولي هذا هو الكاثود. شفتوا؟ اذا هاد لي دو زيلكترون تقلبوا. علاش تقلبوا؟ لان دخلنا لهم هذا الجينيراتور هذا. اذا شكون اللي كيتحكم في هاد لي زيلكترون باش يكون في واحد فيهم يكون انود وواحد فيهم كاثود؟ هو هاد الجينيراتور هذا، داكشي باش تنسميوها اون ترانسفورماسيون شيميك فورسي باغ لو جينيراتور، فهم؟ هادي كاملة هي ما يسمى بعملية الإلكتروليز. غادي نشرحو لي زابليكاسيون ديالها في التمارين بكل بساطة، واضح؟ إذا دابا مثلا نخليو هادشي كيما هو، نردو داكشي اللي درنا في الديبار باش ما نبدلوش عاوتاني هاد الكاتيون دي، صافي. إذا غادي نبدلوهم. إذا هنا قلنا موان، وهنا بلوس ديال جينيراتور ياك. اذا قلنا لو كورون غادي يمشي من بلس نحو موان، اذا دو لا بون بوزيتيف فيغ لا بون نيجاتيف، اذا هذا هو لو كورون. ولي زيلكترون غادي يمشيو العكس، اذا لي زيلكترون غادي يبقاو تيطلعوا من هنا، لي زيلكترون كيطلعوا هما العكس ديال لو سونس كونفونسيونيل ديال لو كورون. وبالتالي هذا غادي تولي توقع فيه، هاد الالكترود غادي تولي توقع فيه اون اوكسيداسيون، غيكون هو الانود، وهذا غادي يستقبل دوك لي زيلكترون اللي تيجيونا من هنا، غادي يستقبل هاد لي زيلكترون وغادي توقع فيه اون ريديكسيون، وبالتالي غادي يكون هو الكاثود. اذا هذا هو لو كاثود. تري بيان، مفهوم؟ وديما كيما قرينا في ليفوليسيون سبونطاني، اش لي زانيون كيمشيو باتجاه الانود، ولي كاتيون كيمشيو باتجاه الكاثود، بوغ اسيغي كيما قلنا اش بوغ اسيغي لا نوتراليتي دو لا سوليسيون الكتروليت. راه هادشي واضح، راه درناه في الدرس السابق، مفهوم؟ ديما نتوما اش تعقلوا، الانيون كيمشيو باتجاه الانود. الانيون هما اش؟ هما لي زيون نيجاتيف، لي زيون بحال قلتو ايون، نديرو غير بين قوسين، سيتانيون اللي هو نيجاتيف، والكاتيون هو سيتانيون اللي هو بوزيتيف. يعني لي زيون بوزيتيف كيمشيو باتجاه الكاثود، ولي زيون نيجاتيف تيمشيو باتجاه الانود. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا الدرس هذا، تنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. هو سامبل، هذا خاص باصحاب سيونس مات والفيزيك وسيونس فيزيك وشيمي. غادي نخدموا التمارين في هذا الشيء باش تفهموا مزيان في الحصه المقبله. اذا شكرا على حسن انتباهكم، والى اللقاء في الحصه المقبله ان شاء الله.